الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ممكن اكلم دكتور سعيد؟ الدكتور معاك، اتفضلي. اتفضلي يا مديحه، انا سامعك. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا مديحه؟ لو سمحت، انا كنت باخد الحقنه بتاع 3 شهور اللي هي منع الحمل. حلو، معاكي. وبعد كده ما حملتيش بعد ما بطلتيها؟ خدتها لمده 3 سنين. وعايزه تحملي تاني ما حملتيش؟ و ايه؟ عايزه تحملي تاني بعد 3 سنين ما حصلش حمل، صح كده؟ ما حصلش حمل، ورحت كشفت. قالوا لك ايه؟ ما حصلش حمل، وانا رحت كشفت، فالدكتور قال لي ان المبايض عندي كسلانه خالص، والدوره ما بتجيش عندي اللي هي يوم واحد. عندك كام سنه يا مديح؟ عندي 37 سنه. وزنك تخين ولا رفيع؟ لا، انا رفيعه. عندك ولاد قد ايه؟ بس عندي ولد وبنت. ما حلوين يا مديح، ما كفايه. جوزي اللي عاوز عيال. طب يلا، ربنا يخليه لك ان شاء الله. اقول لك وصفه حلوه. معلش يا حبيبي، بصي، لما اتكلمت معاكي في الحيوان المنوي وفي البويض عند الست، قلت لك الهرمونات هي العامل الرئيسي بالنسبه للست، هي العامل الرئيسي بالنسبه للست. مشكله حقن الحيوان المنوي، وخاصه حقن منع الحمل بالذات، ان بتعمل مش عارف بيسموها ايه بالعربي كده، بتعمل اختلال في التوازن الهرموني الانثوي اللي بيأثر على البويضه. يعني هي مشكلتها ان هي بتأثر على المبيض نفسه. فبتخلي المبيض، عارفه بالظبط، زي انت جايبه مثلا واحد واقف على الباب، فانت عايز تخرجي مش عارفه. فالمبيض عايز يطلع بويضه سليمه، وده من الخلل الهرموني، بيعمل خلل رهيب في الهرمون بتاع الست. عشان كده تلاقي الست اللي بتاخد حقن منع الحمل اول مره ولا ثاني مره بتاع 3 شهور، تلاقي مثلا ايه، واحده تقول لك الدوره ما جاتليش خالص، واحده تقول لك الدوره جات لي وفضلت عليا مثلا شهر كامل، واحده تقول لك ليه. هو عمل خلل هرموني في تركيبه المبيض نفسه وتركيبه الهرمونات الخاصه بالانجاب عند الست، وعمل كفر غلط للمبيض وخلى الدوره. يعني هي هو مشكلتها اللي زي مديحه كتير قوي. فعشان كده بقول لك يا مديحه، انت هتبطلي الحقن، انت بطلتيها، فانت محتاجه منشطات للهرمونات، وخاصة مجموعة من الأعشاب هنديها لك، وهتاخدي منصة الأعشاب على الأقل برضه من 3 لـ6 شهور. ليه؟ هو المبيض خلاص، أنت وظيفتك في الحياة إنك تروحي الشغل وترجعي، ما بقيتيش تروحي قاعدة في البيت، فتلاقي اللي قاعد في البيت ده حالته النفسية سيئة، عنده مرض، الأمراض بدأت تجيله، مش عارف إيه، فبدأ طاقته الحيوية اللي هو كان بينزل زمان ويروح ويجي ويشتغل مش موجودة. برافو عليكي. فأنت قاعدة على المبيض بقاله 3 سنين، حاطة عليه حارس مش عايز يشتغل، نام تلاجة في البيت، شايله في الشتاء. برافو عليكي. فالمبيض نفسه مش شغال كويس، عشان كده مش عارف ينتج كويس. فده محتاج اعاده تنظيم الهرمونات. انت محتاجه تروح للدكتور، انت روحتي له هيديكي راس تنشط مع الاعشاب تاخديها من عندنا لمده من 3 لـ6 شهور، هيحصل حمل خلالهم. بس ارجوك ما فيش حقن تاني. وبرده مش بقول ما فيش حقن لكل الستات، يعني اللي خلاص مش عايزه تخلف تاني خلاص اوكي، انما اللي هي ناويه بعد سنه بعد 2 بعد 3 عايز تحمل تاني، نبعد عن الحوار ونخلينا في الحاجات الماضيه احسن. طيب.